وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. لقد جئت بفص لقد قولوا عليه فقد تركتم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذا الحديث رواه أحمد والبغوي في شرح السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعدي. والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن بكثرة طرقه فلا بأس به. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله بكثرة طرقه فالحديث حسن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي، هذه زيادة. يعني الشريعة جاء بها البيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس، فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما خالفها من البدع. نعم.